التشفع بالمخلوق. الشفاعة معناها التوسط للغير، التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. فإن كانت فيما أباح الله، في عون إنسان، في تحقيق حق له، في دفع ضر عنه، في جلب مصلحة له مشروعة، هذا مستحب تؤجر عليها، اشفعوا ولتؤجروا. قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فلا بأس أن يشفع الإنسان لأخيه المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بالشفاعة، يتوسط في أمر مباح فلا بأس به، ما في ظلم، ليس لمعصية، ليس لأكل حقوق الناس، ليس للتقدم عليهم، تأخذ حقك بشفاعة هذا لا بأس به. ولكن هناك شفاعة ممنوعة شركية، وهي تلك الشفاعة التي يطلبها عباد القبور وعباد الأولياء من الأموات، زاعما أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله. فماذا يفعلون؟ يعبدونهم من دون الله. وهذه فتنة قديمة منذ القدم والأمم تقع فيها، يعبدون الأصنام والأولياء ويقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إلى يومنا هذه الفتنة منتشرة ومتشعبة، فتجدهم يتعلقون بالمخلوقين، لا سيما الأموات والأولياء والصالحين وغير الصالحين، يحسبونها أنها تشفع لهم عند الله عز وجل، ويقدم لها القربان، ينذرون لها، يذبحون لها، يشدون لها الرحال، يتمسحون بجدرانها. لما قال هؤلاء لهم شفاعة عند الله يشفعون لنا؟ مع أن الله يقول: قل لله الشفاعة جميعا. ويقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة بيد الله، يؤتيها من يشاء. الشفاعة كرم من الله عز وجل، يأذن لمن شاء ليشفع. لو شاء الله لغفر لمن شاء من غير أن يشفع أحد. لو شاء الله عز وجل بدأ بفصل القضاء بين الخلق يوم القيامة من غير أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشفاعة في حقيقتها هي إكرام من الله، يكرم بها الشافع ليشفع. فلذلك هي بيد الله، كلها لله. حتى من كان له رغبة في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو شفاعة مثلا شهيد من الشهداء، أو شفاعة الملائكة، فتسألها ممن؟ هل تسألها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تسألها الشهيد، أو تسألها الملائكة؟ لا، تسألها ممن؟ من بيده سبحانه وتعالى الذي يكرم بها الشافع ليشفع. فلا بأس تقول: اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما تقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. وقال جل وعلا: لا تدعو مع الله إلها آخر. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما الشفاعة، تطلب شفاعة واسطة من إنسان حتى يشفع لك عند فلان ليقضي لك حاجة، هذا لا بأس به، بل هذا مستحب إذا كان لأمر مباح، ما في ظلم ولا في تعدي ولا في معصية، ولك أجر. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. إذا شفع شفاعة محرمة لظلم، لمعصية، لتعدي، هذا حرام، وإن كانت من مخلوق حاضر موجود قادر. لكن أن يسأل المخلوق الميت شفاعة بأمر لا يقدر عليه إلا الله، الله عز وجل إن شاء أخرج من النار من يخرج، ويخرج من النار من يخرج، لكن يخرج أقواما من النار بشفاعة الشافعين. متى؟ يأمرهم أن يشفعوا، يأذن لهم أن يشفعوا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة الشركية المنفية التي لا تجوز هي التي تسأل من الأموات والأولياء
والمشروع أن تسأل من الله سبحانه وتعالى، أن تسأل من الله عزيز. لها شرطان هذه الثابتة، إذن الله ورضاه، إذن الله ورضاه. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يرضى عن من؟ يرضى عن الشافع ليشفع، ويرضى عن المشفوع له ليشفع له. يعني الله جل وعلا لا يرضى أن يشفع الصنم، كما أنه لا يرضى أن يشفع للمشرك، فإن الله يقول على المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلو فرض أن أذن للشافع أن يشفع، فإن شفاعة الشافع لا تنفع الكافر. يستثنى من ذلك أن الله عز أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب وإن كان مشركا ينتفع بالشفاعة، لكن ليس انتفاعا تاما، بل يخفف عنه في النار، فهو في ضحضاح من نار جهنم. وأما بقية المشركين فلا يأذن الله أن يشفع لهم أحد، ولا يرضى الله عز وجل أن يشفع لهم أحد. فصارت الشفاعة كلها بيد من؟ لمن؟ الله عز وجل، تسأل من الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، لابد أن نميز بين ما كان جائزا من الشفاعة وما كان ممنوعا. نعم.